المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشؤون أبنية المحاكم يرافق المستشار يوسف محمد مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري. افتتح مقر الشهر العقاري النموذجي الجديد المميكن بمتحف الغردقة بمحافظة البحر الأحمر بحضور المستشار علي أبو بكر رئيس محكمة البحر الأحمر الابتدائية. وأشاد مساعد وزير العدل لشؤون أبنية المحاكم بجهود التوسع في إنشاء فروع للتوثيق والشهر العقاري لرفع المعاناة عن المواطنين وتوفير سبل الراحة لهم، مطالبا العاملين بحسن استقبال ومعاملة المواطنين وإنجاز الخدمات المقدمة لهم في أسرع وقت. يخدم مكتب الشهر العقاري المميكن الجديد بمنطقة جنوب الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، يخدم الممشى السياحي والعاملين بالقرى السياحية والمستثمرين وشركات السياحة والسفر، ويساهم في تخفيف الضغط والتزاحم على مكاتب الشهر العقاري القديمة. إلى سيدة